المدير الفني لفريقنا مواليد 2007، طبعا بنبارك لك الفوز الثمين النهارده على فريق المقاولون العرب نتيجة 3-1 يا كابتن بعد التأخر في النتيجة، أكيد فوز بيبقى ليه طابع خاص جدا يعني. هو ده لعيبة النادي الأهلي، دي شخصية النادي الأهلي اللي إحنا بنربي الأولاد عليها، بنربي الناشئين داخل القطاع في النادي الأهلي على شخصية النادي الأهلي اللي هي طول عمرها ما بتيأس. الحمد لله 4 كنا متأخرين بهدف بالرغم الاستحواذ الشوط الأولاني على المباراة، بس كان في باد لك. الشوط الثاني كرة طبعا عشوائية من فرقة المقاولين، قدرنا نرجع الحمد لله رب العالمين نتعادل ونجيب الثاني والثالث، فضل من عند ربنا الحمد لله. بس انا بقول لك احنا فضل ربنا سبحانه وتعالى طبعا علينا اللي احنا رجعنا ثاني، بس الاولاد متعودين على كده، متعودين على ان احنا ممكن نتاخر بهدف نجيب نتعادل ونجيب الثاني والثالث، فضل ربنا علينا الحمد لله رب العالمين. خلينا ندي المقاولين حقه، عمل ماتش كبير وده اللي يمكن بيخلي لعيبتك برده تطلع افضل ما عندهم كده. طبعا المقاولين فرقه كبيره ونادي كبير، طبعا عمل ماتش كويس، بس هو كان يعني في 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 تكتيك معين بينفذه، كان لاعب زون ديفنس من اول الشوط الاولاني من نص ملعبه، وكان في باد لك من عندنا فرص كتير. احنا لو كنا جبنا جون في الشوط الاولاني كان الماتش اتفتح بشكل كبير، وكنا النتيجه كانت بقت هيفي سكور، بس الحمد لله رب العالمين بحمد ربنا على الفوز عشان استمراريه المنافسه. العوده من النتيجه دي بتكون حاجه مهمه جدا للعيبتك، ان هم دايما بيبقى عندهم اللي هو يعني دايما بنقول عليه روح الفانيلا الحمراء او روح النادي الاهلي، اللي دايما انا ما عنديش حاجه اسمها المباراه انتهت، لا انا هرجع في اي وقت وهكسب كمان. زي ما قلت لك كده، هي دي شخصيه اللعيبه داخل النادي الاهلي وداخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي، واللي احنا بنحاول نربيهم على كده، ان احنا ما فيش ياس. النادي الاهلي دايما طول ما انت بتجتهد ربنا سبحانه وتعالى بيديك، مفيش حاجه اسمها حظ، لكن في حاجه اسمها انك انت بتجتهد لاخر ثانيه، ربنا سبحانه وتعالى بيكافئك في الاخر على اجتهادك ده. توفيق دايما يا كابتن اسامه، ونتمنى ان شاء الله يعني نكمل على كده عشان الصداره وبطوله الجمهوريه ان شاء الله باذن الله. توفيق يا كابتن اسامه.